أنا سميتي الحميدة خديجة، عندي ولدي مريض، عنده تلقاو لي واحد الأكياس في الكبدة، أكياس دموية، وداروا لي مشكل في المفاصل، ضربوا لي المفاصل، عنده التهاب حاد في المفاصل وفي الكبدة، وعنده فقر الدم حاد وطاح عليه المناعة. مريض دابا عام ونص، 3 شهور حنا متبعين ليه على الطبيب عام، وصيفطونا لميريزكو. دابا بدا دخل الميريزكو في شهر 8، ما بداو يدوزوا لي، بقاو كيديروا لي في التحاليل والسكانير والليريم. عنده واحد المرض نادر، داك المرض نادر كيتبع في السكانير والليريم، ما عندوش دواء. وخا ملي خايف اللي على الكبده خرجوا لي واحد الدواء كيدير جيل جوج المنيول، قل شي حاجه براوات كيدوقهم، كان خرجهم لي كان كيدوقهم في الشهر، كان كيدوقهم المرة الأولى 5 براوات دوزهم في الشهر كل سيمانة وحدة، ودابا داروا لي داروهم لي كيدوقهم في الشهر. وعدو 32,000 ريال ديال الدواء ما بين الدواء وتحاليل في الشهر. دركا الوقت جاتني قاسحة، صعبت عليا الوقت. دركا وصل 32 مليون، مات الوالد خلى لي شر زيق، بعتو أي حاجة، بعتو بعت حوايجي، بعت كل شيء. ما كنت من هاد الموقف حتى شي واحد يطيح فيه. دخل الميريزكو في شهر 8، من شهر 8 حتى شهر 2 عاد دوزو ليه الدواء، يعني تيديه تفركتور كيلي ما كيقدش ينوض، كان فم عواج، عنقو، الظهر، كلشي المفاصل. كنا في الليل كنباتو فايقين حتى الصباح، بالنهار كنديرو ليه الدواء ديال النعاس، واحد شويه كينعس، وملي يدوزو ليه دوك البراوات شويه همد عليه الصداع ولا كينعس شويه، وبدات حتى الحاله ديالو تحسن، ما بقاش لي فم عوج، ما بقاش عنقو عوج، ما بقاش سنسون ديال الظهر عوج، وكان بقى عنده المشكل في الركابي. والدواء نقصوا ليه الفانيد 2 ماركات، وخلاو ليه دوك البراوات اللي غاليين، هما اللي قالك غيبقى يديرهم على حسب داك التهاب، لا صابو داك التهاب طاح غيبداو نقصوا ليه، لقاو التهاب باقي طالع غيبقاو دايرين، ملي غيبداو قالك نقصوا ليه سيمانه بسيمانه تيوليو نقصوا ليه، دوقهم ندوزهم في شهرين، دوزهم في 3 شهور، تيولي يدق 2 براوات في العام، ولكن على حسب تيولي لاباس. ودركا الوقت جاتني قاسح شويه، ما بقيتش قاده عليهم، ومصروف ومجوج، والد بنيه عنده 25 عام، اللي شافني عاونني الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير، محسنين ولا جمعيات ولا اللي كان في الامكان. واخا الدواء هاد البراوات اللي شافهم كيصمط عليا من الطريق، ما كيبقاش يقدر يدوي معايا ولا يقول لي تسلم، حيت هاد البراوات غاليين. مشيت عند واحد السيد كان خدام عندو، شد من عندي الوراق وكلشي، قال لي رجع عندي غدا ملي مشيت وديتو معايا، هو يقول لي سمحي لي ما غنقدرش نعاونك، الدواء قال لي غالي. حنا هذيك القطعة عندنا السكنه صافي، فالساكنين لو كانت في سميتين بيع، وما نخليش ولدي بحقه.